الحاجه المهمه بالنسبه لي انا باش شويه يبقى وجهي مزيان، ما كنخليش الماكياج. والماكياج في الايامات العاديه ديالي الا ما كانش عندي تورناج ولا شي حاجه ما كنديرش الماكياج، كنحاول نخرج بلا ماكياج الا عملت شي حاجه خفيفه بحال ريسيل ولا شي حاجه هكذا خفيفه وصافي. اما المهم لان هذا الشيء هذا كيهلك شويه البشره وكيشحبها وكيضعف وكيخرج على الماسم. كنعمل بعض الوصفات الطبيعيه ملي كتقلي اعمل هذه ولا انا ما عنديش النفس الطويل في الوصفات، كنعمل شويه كيجيني النتيجه دغيا. طبعا داكشي ما كيجيش. المهم كنعمل وصفات طبيعيه كل مره شنو كنعمل. مره كنعمل الخميره، مره كنعمل الوجه ديال الحليب، مره الحامض مع بطاطا، كل مره شنو كنعمل. ولكن ما كنداومش، هادشي اللي كان ما عنديش الصبر. زائد التنقلات ديالي المتواصله في المهرجانات والسفريات ديالي وهذا ما كيعطيونيش فرصه اني باش ناخذ معايا العده باش نديها معايا ونبقى نعمل داكشي في لي زوتيل ولا شعري خلاص راه شفتوني ديجا كنت قرعه. فكنت كنعمل كنت كنعمل زيت الخروع لان ما دمت انا قرعه فطبيعي انه يلاه كينبت او قصر يلاه كيتغدى باش يطلع. كنت كنعمل زيت الخروع وكنت كنعمل بصراحه كنت كنعمل الثومه هنا في الفراغات باش هادشي قبل ما نمرض قبل ما نخسر شعري كنت كنعملها وبصح مفيده. فالناس اللي كيقولوا الريحه كتخلي الريحه ما انا ما كنتش كتخلي لي الريحه. كنت كنسول صحابي واش كتشموا فيها كانوا كيقولوا لا ولكن ما بقيتش كنعملها. فهادو هما الحاجات اللي الوصفات اللي كنعمل. انا ماشي من نوع البنات اللي كاين مهتمين بزاف ومراضين بهادي والمكياج والشعر. انا نقدر شعري راه ما بقيتش حتى كنمشطو وعي كنجمعو صافي والسشوار باقا لدابا ما عملتش السشوار كامل لشعري. فانا كنبغي نكون طبيعيه اكثر، كنبغي نكون بسيطه اكثر، كتعجبني البساطه هذا اللي كاين. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.